إخوتي وأخواتي، الرب خلص. يعني مكتوب إن اعترف لأنا كأن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات، خلاص. هذا الإيمان مبني على أساس عمل المسيح الكامل الكفاري بموته على الصليب وقيامته من بين الأموات. وإذا كنت مؤمن في المسيح تأكد، صلي قل له يا رب زيد إيماني. والرب يسوع تكلم ومهما طلبتم حينما تصلون فآمنوا أن تنالوه فيكون لكم. أنا بصلي اليوم أن الرب يصنع معجزة في حياتك. إذا كنت مريض الرب يشفيك، كنت محتاج الرب يسدد احتياجاتك ويباركك في هذا اليوم. إلى اللقاء.